الحمد ملء السماوات والأرض ومن أما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن ترفع عنا البلاء والغلاء وأن تقضي حوائجنا وتفرج كروبنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتتوب علينا وتعافينا وتعفو عنا وتصلح أهلينا وذرياتنا وتحفظنا بعين رعايتك وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها وترحمنا برحمتك الواسعة رحمة تغنينا بها عمن سواك اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير ما ختمت واختم لي بالسعادة فيما ختمت اللهم افتح لي في هذه الليلة باب خير باب خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسده عني وارزقني رزقا تغنيني به من رزقك الطيب الحلال اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لي منه نصيبا وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عني وعن جميع المسلمين اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور وشفاء لما في الصدور وتوبة خالصة لوجهك الكريم نسألك اللهم بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تقبلنا في هذه الليالي العشر المباركة وأن تجبرنا من النار بقدرتك حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم اغفر لنا في هذه الليالي العشر المباركة كل الذنوب التي تحل النقم واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم واغفر لنا الذنوب التي تورث الندم واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء واغفر لنا الذنوب التي ترد الدعاء واغفر لنا الذنوب التي تكشف الغطاء اللهم في هذه الليلة من رمضان اغفر لنا ذنوبنا وتقبل منا صالح أعمالنا ووفقنا إلى ما تحب وترضى اللهم كن لنا ولا تكن علينا فارحم حينا وحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وارض عنا برضاك وافتح علينا فتوح العارفين بك وافتح علينا من خزائن فضلك ورحمتك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم آتنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عفو يا غفار
نسألك اللهم في هذه الليالي العشر المباركة إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعينا من خشيتك دامعا ونفسا قانعا وشفاء من كل داء. نسألك اللهم يا ربنا يقينا صادقا، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية. يا غني أغننا، أغننا عن الناس أجمعين. اللهم اجعل لنا في هذا اليوم دعوة لا ترد، وافتح لنا بابا في الجنة لا يسد، واحشرنا في زمرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد نور النور الذي يفتح به الصدور وجميع الأمور، من هو والحب الرباني المكنون بعدد كل ما قال له الله كن فيكون، وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم النشور. بجاهك يا عزيز يا غفور، ويا خالق النبي منك والملائكة من نوره، يا حي يا قيوم يا نور النور. الحمد لله رب العالمين، العزيز الغفار، الواحد القهار، لا يجري عليه ليل ولا نهار، العالم بلا أخبار، العالم بلا إخبار، المعبود بالقرآن والأذكار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك، وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأقوالنا ما أحييتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا ما أبقيتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، الموجود بلا علة، الكبير ليس من قلة، لا تصب المسكنة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبناءنا وكل من له حق علينا من النار. يا رب عوضنا، عوضنا من عن كل شيء أحزننا وأبكانا، وارزقنا بدلا منه فرحة تدمع لا عيوننا، وغير أقدارنا لأفضل حال، وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعلنا فيه من المقبولين، واعد علينا أعواما عديدة ونحن في صحة وعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا في هذه الليلة من الذين نظرت إليهم وغفرت لهم ورضيت عنهم. اللهم اجعلنا في هذه الليلة من السعداء ومن المقبولين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا غما إلا أزلته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته،
ولا عيبا إلا سترته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مظلوما إلا أيدته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني فضل قيام ليلة القدر وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزور يا أرحم الراحمين. اللهم يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا قادر على أن تقول للشيء كن فيكون، أسألك يا رب السماوات والأرض في تلك الليلة المباركة أن تحفظ لي أولادي بعينك التي لا تنام، وأن تكتب لهم من الأقدار أجملها، وأن تفتح أمامهم الأبواب، أبواب الرزق، وابعد عنهم يا الله شر ما قضيت. أسألك يا الله أن تجعلهم من عبادك العتقاء من النار، وبلغهم ليلة القدر، واكتبهم من الذين يسكنون جنات النعيم.